راح نحكي اول شيء انقسام المتساوي، بعدين راح نحكي عن انقسام المنصف. شو هو الانقسام المتساوي؟ انقسام متساوي من اسمه انه انقسام ينتج منه يعني منصف، انه انقسام متساوي يعني مبين من اسمه متساوي. ايش بينتج منه؟ بينتج منه خليتين جديدتان متماثلتان، خليتين نفس الشيء متماثلتين، لكن كل واحده منهم تحتوي على عدد نفسه من الكروموسومات الاصليه الموجوده. تمام، كل واحدة منهم بيكون موجود فيها نفس عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأصلية، بنعبر عنها بإيش؟ بتو أن. إيش قصدنا بتو أن؟ يعبر إنها ثنائية المجموعة الكروموسومية، يعني ضعفت عندنا الكروموسومات، لما تضعف عندنا صار عندنا عدد ضعف العدد، فصارت ثنائية المجموعة. يعني كل مجموعة مثلا عندك، إحنا عندنا مجموعة مثلا مجموعة الطلاب، قلنا ضاعفهم، شو بتلاقي؟ تلاقي الطلاب مرتين مضاعف مجموعة ثانية. يعني ثنائي المجموعة الكروموسومية. تمام؟ هذا النوع وين بيصير؟ بيصير بخلايا الكائنات الحية عديدة الخلايا اللي عندها أكثر من خلية. تمام؟ بهدف نموها أو تعويض. مرات بيصير عندنا مثلا خلايا بتموت، خلايا مثلا تنحرق، خلايا لأي سبب. هاي الانقسام المتساوي بيصير عندنا عشان يعوض هاي الخلايا. الانقسام المتساوي في الإنسان بيصير عندنا في الخلايا الجسمية، مثل خلايا الجلد مثلا في حالة الجروح، الحروق، لتعويض الخلايا الفاقدة. يعني التالفة، عندنا خلايا تالفة، خلايا ماتت، أي شيء صار أي سبب عندنا إلها حرقت أي شيء، فبيجي عندنا عملية القسام الخلوي. آسف، القسام الخلوي جزء منه هو القسام المتساوي، بيصير عندنا عشان يعوض هذا الخلايا. كيف مثلا مرات لما واحد إيده تنجرح تلاقي طبقة جلد طلعت عندنا بعد فترة، وبتعوض، بتسكر القطعة وبتسكر مكان الجروح وخلاص بيلتمع الجروح. هاي تكون عندنا خلايا، هاي الخلايا غطت هاي المنطقة، سواء مثلا مرات حريق، خلايا ميتة، أي إشي. هاي الخلايا القسام المتساوي بتعوض، بتنتج خلايا جديدة فبتعوض الخلايا الميتة. طبعا مثل القسام المتساوي كيف بتصير؟ شوفوا، كل عندنا أكثر من طور، يعني أكثر من زي مرحلة عشان يصير عندنا القسام المتساوي. رسمة مهمة لازم نفهمها منيح.